مفيش اسره مصريه في يوم من الايام ما فكرتش ان هي تشتري كيا سيراتو. في اختبار جديد في المال النهارده احنا بنجرب لكم كيا سيراتو جراند سيراتو الجديده 2019. كنت قاعد انا وفريق العمل بنتكلم في موضوع الحلقه اللي احنا كنا هنتكلم فيها النهارده على العربيه الجديده، لقيت ان موضوع المنافسه هو اكتر حاجه ممكن نتكلم عليها في عربيه زي دي. التصميم الخارجي لكيا جراند سيراتو الجديد جاي بثوره كبيره جدا، العربية نازلة بشكل جديد تماما، هي واخدة من العربية الأكبر بتاعتها ستينجر، أو دي زي ما بيوصفوها هي بيبي ستينجر. أنا زي ما أنا شايف العربية من قدام بقت رياضية بصورة كبيرة جدا وبقت أحسن وتصميمها أحسن. العربية بقت انسيابية قوي عن شكلها اللي فات، وبقت المقدمة بتاعتها ديناميكية. الكلام ده طبعا بيظهر بقوة مع الخطوط اللي عاملينها في الكبوت ومع الشبكه اللي قدام العريضه. بالنسبه للخياشيم الجديده اللي عملتها كيا في الكساحه بتاعه العربيه، الكساحه العريضه الرياضيه، نظام الايروديناميك لتوزيع الهواء فيها بشكل كويس. من الشكل الخلفي للعربيه هنلاقي ان العربيه واخده من سبورتج فوانيس ال اي دي الجديده. مهندسين كيا عملوا الشكل الخلفي جميل قوي، موضوع الديفيوزر اللي لونه اسود دوت، موضوع الكتله الجديده اللي عاملينها اللي فيها اضاءه العربيه وهي بترجع وفيها الاشارات شكلها حلو قوي. المرايات الاوتوماتيك اللي فيها خطوط الاشارات جميله جدا ال اي دي. الشنطه الخلفيه للعربيه ديت زادت عن جيلها السابق، دلوقتي بقت 502 لتر مقارنه ب 421 لتر في الجيل الثالث بتاع العربيه. الجيل اللي احنا بنجربه دوت يا جماعه ده هو الجيل الرابع من العربيه. الجيل الاولاني نزل من 2004 والعربيه حققت نجاح، ما كانش بقدر الكبير اللي حققته بعد كده من 2004 لغايه 2009. 2009 تقريبا هي والانترا المنافس بتاعها كانوا هما الاثنين متصدرين الشريحه دي تقريبا، هما دول اللي كانوا مسيطرين على العربيات المتوسطه. التحدي النهارده اللي عند كيا ان هي تقدر تبيع بالاسعار اللي قايلها دي، بالذات ان هي عندها منافسين كتير من اوروبا يعتبر ما بيدفعوش جمارك، زيرو جمارك. العربيه ديت بتدفع يا جماعه 40% جمرك. التصميم الداخلي والكراسي بتاعت العربيه انا بصراحه شايف ان كيا عملت ثوره في موضوع التصميم من جوه دوت. العربيه تحولت تماما ان هي تكون عربيه اقتصاديه، يعني وصلوا بمستوى الخامات اللي مستخدمينها سواء في الطابلو او في الدريكسيون او في الكونسول او في الفتيس، بصراحه عاملين مستوى جامد جدا. الكراسي مش جلد، كراسي قماش. عجله القياده بتاعت العربيه ديت مطرزه بالجلد، شكلها حلو قوي هي والفتيس. العربيه من جوه فيها مساحات تخزين كويسه وفيها فتحات لليو اس بي والاي يو اكس. كيا عملت حاجه جديده في العربيه ديت وهو مكان للموبايل بيشحن لاسلكي، ودي حاجه برده كويسه قوي. العفشه بتاعت العربيه ديت ناشفه شويه. جانت اللي في العربيه ديت محطوط هو جانت 16 وفي الفئه التوب لاين اللي احنا بنجربها. طبعا الموضوع الجنوط الرياضيه والعفشه الناشفه دوت هو سلاح ذو حدين، ممكن تكون العربيه ناشفه شويه بس بتكون طبعا مع الملفات ومع الهاندلنج بتاعها جميله جدا، وبتاخد ملفات على سرعات عاليه وانت ما بتقلقش وانت سايق. العربيه ديت بموتور 1600 سي سي 4 سلندر، الموتور ده بيخرج 130 حصان 157 نيوتن. تسارع الموتور دوت من الثبات للوصول لسرعه 100 كيلومتر بياخد تقريبا 12 ثانيه. السرعه القصوى اللي حققتها العربيه ديت 190 كيلومتر. متوسط استهلاك البنزين في العربيه ديت 7.7 وعشان تقطع مسافه 100 كيلومتر. العربيه ديت فيها خزان بنزين 50 لتر بتستخدم بنزين 92. كيا هي بتاخد نقط عاليه جدا في موضوع الاعتماديه، يعني عربيات ما بتبوظ بسرعه، وحتى لما بتبوظ بتبقى صيانتها سهله. بالنسبه لابعاد العربيه ديت، الطول بتاع العربيه ديت زاد 80 ملي عن الجيل اللي قبله وبقت 4 متر و6 من عشرة. العرض بتاع العربيه زاد 20 ملي
وبقى 1.8 متر الارتفاع عن الارض زاد 5 ملي وبقى 1.4 متر. قاعدة العجلات اللي بتستخدمها كيا في جراند سيراتو الجديدة هي نفس قاعدة العجلات اللي استخدمتها في الجيل اللي قبله، وهي ب 2.7 متر. العربية ديت وزنها 1293 كيلو. من ضمن الحاجات اللي عملتها برضو كيا جديدة دخلتها في الشريحة ديت حتة أنظمة القيادة. دايما أنظمة القيادة احنا بنتكلم في عربيات الغالية هي اللي بيبقى فيها موضوع أنظمة القيادة دوت، ما بين انك انت تختار ما بين كومفورت وكومفورت الرياضي او بخلافه. طبعا انظمه القياده زي ما احنا شايفين، احنا دلوقتي على الكومفورت، تجيب العصايه الفتيسه على الشمال تبقى سبورت، فتيس العربيه ديت 6 سرعات ما فيهوش تكنولوجيا عالي، والفتيس دوت بتدعمه منظومه الدفع الامامي زيها زي الاجيال اللي قبلها من العربيه. بحب الشريحه المتوسطه ديت تركب دايما العربيات اللي ما تتعبش دماغها، عايزه ما توجعش دماغها، عايزه ما تقولش ان كل شويه بقى اروح للميكانيكي او اروح لمركز الخدمه ادخل في قصه ملهاش لازمه. بس احسن حاجه بقى في العربيات ديت انك انت تقعد تعتل ما تعتلش العربيه باربعه سلندر، ما فيش بقى لا تربوهات ولا حاجه تعطل ولا حاجه تتعبك يعني فعلا يا جماعه العربيات التربوهات دي تتعبك، يعني لو انت مش راجل بتروح التوكيل على طول او يعني مهتم بصيانتك في التوكيل وبالكمبيوتر تتعبك تعذبك. موضوع عطل البيع ده يا جماعه انا اتصور ان هو واحد من اهم الحاجات اللي بيركز عليها اي حد بيشتري عربيه متوسطه. النهارده لما اجي ابيع العربيه اسئله بيفكرها يعني بيسالها لنفسه قبل ما يشتري عربيه. النهارده لما هشتري عربيه هروح بيها فين؟ النهارده لما هشتري عربيه هشتريها بكام ومنافسينها بكام؟ لما اجي افكر ابيعها بكام، اخسر فلوس ولا ما الاقي فلوسي؟ حاجه تانية ليها علاقه بقطع الغيار والصيانه، انا النهارده لو اتزنقت في صيانه عربيه كيا هوديها عند اي حد هيصلحها. في مواصفات الامان والسلامه العربيه ديت اللي احنا سايقينها النهارده فيها ايرباجات وفيها اي بي اس وفيها حساسات الركن والكاميرا الخلفيه والحساسات اللي من قدام واللي تقدر تفصلها في اي وقت. في بقيه الشرايح بتبدا مواصفات الامان تقل، اعتقد ان الشريحه الاولى ما فيهاش ايرباجات خالص ولا فيها اي حاجه، واتمنى ان لو مجموعه اي اي تي في مصر وكيل كيا ان هي تراجع نفسها في العربيه ديت، لان احنا بنتكلم في موضوع الامان والسلامه دوت مهم جدا ان هو يبقى تجهيز قياسي يعني في العربيه. توب لاين واللي قبلها على طول برضو فيها فتحه سقف. السمارت كي ده طبعا موجود في الشريحه الاكبر اللي احنا بنجربها دلوقتي. الشاشه 8 بوصل اللي بتدعم هواتف ابل واندرويد. طبعا العربيه ديت حلوه جدا، اضاءتها حلوه جدا، الاضاءه ال اي دي او بتديك اضاءه ال اي دي، وبالليل اضاءه هالوجينيه عاديه. من ورا العربيه ديت باضاءه ال اي دي. Thank you.